السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما تشوف انا كنت واجد في السوق الاسبوعي مدينه بركان يوم الاثنين، يعني السوق الاسبوعي تقريبا هو يوم الثلاثاء، ولكن اليوم الاثنين راه الناس عامر السوق، ولكن كما راني نشوف السوق حار حار بزاف، والغلا والغلا بزاف الغلا. زعما الصراحه الغلا راني سولت بعض المواطنين قبل ما ندخل، قال لك الغلا يعني السوق زاد ارتفع. لا اله الا الله، والله يرحم جميع المسلمين. والله العظيم الصراحه هذا اليوم هذا فيه زياده بزاف ديال الاسعار اللي تزادت في هذا الحولي هذا كما راكم تشوفوا هنا. هذه البصه هذه هنا فيها ديال الحولي ديال 7 مليون كما راكم تشوفوا. الحولي ديال 7 مليون هنا، الحولي ديال 7 مليون هنا كما راكم تشوفوا هنايا، هذا الحولي ديال 7 مليون هنايا، هادو الحولي ديال 7 مليون. ولكن راه الغلا الغلا كما كتشوفوا راه الغلا بزاف. الثمن يعني راه اكثر من البارح، راه كل نهار كيسوق يزيد هذا. هادو كما راكم تشوفوا، هادو ديال الحولي ديال 7 مليون كما كتشوفوا هنا، هادو هما الحولي ديال الاسبان. كملت كياك كل حاجه قليله تجري بها عقد انا اللي جيت. اه اوك سميتو درك هذا بالكيلو ولا ولا عين بسمع كذا سياده كيما البارح كيما اليوم كيما ياك الثمن غير كيف غدا الثمن غير بحال بحال كيف كيف ترى السلعه الجديده هي كما راكم تشوفوا هنا الاثمنه هنايا الاثمنه راه 250 الف فرنك حتى الفوق وحتى 400 الف تقريبا. هادو هما الحواله ديال الاسبان هذوك كما راكم تشوفوا، هذه سلعه جديده عاود جابوها هذا النهار. كما راكم تشوفوا هنا الميزان تقريبا راه كاين 200 الف فرنك 250 الف فرنك حتى 400 الف فرنك اللي كيديروا الحولي، وكان فيهم الميزان تقريبا. نجيب الميزان هاك مزيان شحال يجي من كيلو تقريبا؟ شحال يجي من كيلو كاع حالك تقريبا؟ هذه صافية واه 20 هذا 20 شحال الثمن ديالو؟ شحال الثمن ديالو؟ على 260 260 كما تشوفوا هنا الناس راه كيشريو هنايا الناس. هذه راه 260 الف فرنك، هذاك تقريبا راه كاين 200 الف فرنك حتى 350 الف فرنك هنايا، يعني الاثمنه كل واحد على حسابه، يقدر حتى المسكين يقدر يشري ب 200 الف فرنك. والناس كتشري، الناس اللي كان يزعموش على الحولي الاسباني، ولكن الناس اللي كيشريو بها بزاف اللي كيشريوها هنا بزاف. مزيان خير لا لا 550 الف هذا 5500 درهم. هذا مش حال ساوي هذا 570 عطاوها عطاوها بيع 600
تبارك الله. 570 شحال ساوي هذا؟ اخويا 420. عطاوها لك ولا للبيع؟ 440. البيع ديالو؟ البيع دياله هذا شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا 450. 440. البيع هذا 430. البيع 450. البيع اصل هذه الظهرة، الظهرة وغير خرفة. هذا يستاهل ولا غاسيت الطواني تشنى هذا عيس سبيبيه ولا غاسيت الطواني ولا غاسيت الطواني سبيبيه راه عاود البيع شاتاوك هذا الالم ديال الطال الالم دركابي يبغى يعبر الثقه العبر في سبيل الله. هذا قال لك بلا ما ديروا في الكوكو شكرا الفرق الحول ديال 500 تاع الفرق ديال 150000 راه خصني نسال شويه نربي شويه نعبدو. راه حنا كنبيعوا ونشريو في هذا الصورح ديال العيد، الناس ما دارتش الحسيبه كلشي، حنا قعدنا مريض، خصني الانسان يكون شويه حنانه، هذاك الشيء اللي نطلبوا زعما ما ولا هنا دوك الشنقه هما اللي واعرين، هما اللي كيكذبوا على الناس. الجبر دابا حولي كيشاركوا فيها خمسه تاع الناس سته، وجبر واحد يبيع لواحد، المسكين تكناسه ما بقاش يضيم، ما كيستنى الفلاح ما كيوصلناش كاع. دابا بغينا غير الفلاح راه يبيع بنص الثمن تقريبا. دابا بغينا غير نعرفوا زعما هذا الشيء جرى صعيب بزاف الصراحه. تربو شويه بالمراقبه تكون عندنا، ويكون عندك شي يكون زعما النظام ما يكونش على هذا الشيء. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. شكرا الحاج، بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا صويا 500 شحال؟ 320. 320 اه 350 320 350 اه. شحال اسوي هذا؟ 185. 185 عطاوها لك ياك؟ واه سوا مع خوته. مع خوته ليه؟ خوته عطاونا 90 تقريبا. عندو خوته هادو؟ واه عطاونا 90 هادو. شحال عطاوك؟ 390. 390؟ واه تقريبا. 85 فات مالي. تبارك الله. داخل البيضاء اثنين هاي. اثنين هادو ياك؟ اثنين. تبارك الله. بس خليه يجيب تيسير. شحال ساوي هذا؟ ها؟ شحال ساوي؟ شحال عطاك؟ ساوي 220. 220 بزوج؟ واه بزوج 420. 210 لواحد. 210 300 خروفة ولا خروفة ياك؟ 40 المدير شحال ساويين هذا؟ 235. 35 تفريد ولا جملة؟
2035 اللهم بارك تبارك الله عليك عاود لي عاد شي حاجه كما راه كما دار كان يبان لك السوق دخلت اللي يبيع هو ولا راه كاين شي يبيع ولا والو اللي يبيع يقول اودي ما كاينش يبيع اللي شي يقول لك غالي الله اعلم حتى البيع راه ناقص شويه اللي خرج لي تبارك الله هذا سني ولا تني سني وياك لا خاطري مزيان بخير نصورك البركه مزيان مزيان بخير مزيان خلاص بركه هذه 250 شنو هذا؟ شنو ولا؟ والله زين هذا مليح حليب ياك هذا انت شنو ولا؟ 250 شحال تقريبا يجيب الميزان؟ الميزان الحيوان هذا يبان لي شويه كبير على هذا كبير هذا هو هما خوت هما هذا شويه هذا طوموبيل هذا خوت 265 والله فيه 265 هذا والله زين هذا مليح ها انت ها هو كرم ديالنا ها كرم ديالنا مرحبا بكم عند سمو الكرم ها هو مدينة بركان مرحبا السخن اسبوعي ان شاء الله اليوم ها هو كرم هالعصير ايوا كل شو كل شو الاجواء عيدكم مبارك سعيد السلام عليكم عيدكم مبارك سعيد سعيد وتعدوا ان شاء الله الله يحول مني حولي راه زين بصحه وراه زين موشاته وراه يعرف يشري ماشي مئة وعشرين قلت ياك شا قلت لنا؟ 120 عاود الحساب هذا عيجو صافي عمي موسى واش حنا يا راه حساب رزقك بسم الله واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 عطاك هذا 190 اخويا 190 ياك جملة وياك كامل جملة والله انا في السوق انا في السوق هاك دور هنا